قلب عاصمة إنزوما اللي هي موطن بال، او هي بال الاركون حقتهم. فبال نزلت لنا او بتنزل قريب. ليش الشخصيه هذه قد كذا اسطوريه؟ ليش الناس تطبل لها لذي الدرجه؟ هل فعلا حتفيد حسابك؟ هل والله من جد يعني حساب بدون بال مو حساب؟ كل هذا واكثر راح تشوفوه في هذا المقطع، فخلكم معنا. متجر 12 لبيع العملات داخل الالعاب، طبعا اللي يهمنا لعبه جنشن. زي ما انتم ملاحظين الاسعار جدا جباره، واللي يخليني اثق في هذا الموقع انه اول شيء مسجل في وزاره التجاره اللي هي معروف، زائد انه هو عنده رقم ضريبي معناته وضعكم تمام 100%، بالاضافه اني 3 شهور وانا اشحن من عندهم جميع شحناتي في اللعبه كلها عن طريقهم زي ما انتم شايفين، زائد انه مشحن عن طريق الاي دي. بالاخير حاب اقول لك شفت الخصم هذا كامل؟ بيجيك خصم زياده اذا استعملت كود سموكي، رابط الموقع راح تحصلوه في الديسكربشن. يا اخوان اليوم المقطع حيكون جزء منه للفري تو بلاي وجزء منه للناس اللي بتدفع. بتقول لي كيف؟ هاو وات هابن؟ وش ايش السالفه؟ راح اقول لكم. انا بال حقتي سي 3 حلو، زايد انه معطيها كرام، فحرفيا دمجها فتاك متفجر الى اقصى حد. فتجربتنا اليوم راح تكون بالسلاح هذا. بتقول لي ليش؟ بقول لك البستاك قليل، ليفل السلاح 50، كاني قاعد العب بدون سلاح حرفيا. ليش سويت هذا الشيء؟ عشان اطلع لكم دمج السي زيرو، هي مو شكل دقيق يعني مو 100%، ولكن تقريبا السي زيرو راح يطلع دمجهم بنفس الشيء هذا، على مثلا سلاح مثلا باتل باس، سلاح اللي هو مثلا ذا كاتش زي كذا. لو حطيت ذا كاتش هنا بالسي 3 راح يصير انفجار يعني بزياده، فالسلاح هذا راح يكون لتجارب الفري تو بلاي. السلاح ذا عاد طبعا يعني حيكون في تجارب اللي هو الناس اللي بيدفع، الناس اللي مثلا عنده بال من اول بيفكر ها اجيبها سي 2 ولا ما اجيبها سي 2، اجيبها سي 3 ولا لا، فراح يفيدكم في هذا الموضوع ان شاء الله. ناخذ لمحه كذا سريعه على الارتفكتات، تقريبا 50 ريت 161 في الدمج. الانرجي المفترض انه هنا يكون فوق ال 270، ولكن زي ما قلت لكم يعني عشان اقدر اكون يعني شويه كذا يعني طلع دمج الفري تو بلاي. الارتفكتات السريع يعني هذه طبعا اعطيكم كذا بس يعني شيء بسيط كذا عن بنائها، لانه بنائها تقريبا معقد او مو مره معقد يعني هي تقريبا اول شخصيه معقده جاتنا يعتمد على اللي هو الانرجي، فكنا نقول له اوه ايش هذا؟ كيف كذا؟ اوه. ففي ناس الى الان يعني ممكن يعانوا في هذا الموضوع. فعموما عندك سلاح مثلا دكاتش اعطيها هنا الساعه مثلا اتاك والكوب الكترو، او مثلا تعطيها هنا ساعه انرجي الكوب الكترو، فانت تحاول توزن يعني بين الاثنين، اهم شيء يكون عندك انرجي 270 وفوق، زائد الكريت دمج يكون 150 وانت طالع، الريت يفضل انه يكون 50 وفوق، لكن انا صراحه يعني ما قدرت، هذا اقصى شيء عندي. بس والله من ناحيه التالنتات النورمال لا تلفلها ابدا، من ناحيه السكيل وصلت 9 لا تعطيها كرام ما تستاهل، الالتي ضروري انك تعطيها تاج ضروري راح تفرق في الدمج فرق مره يعني كبير. فبدون ما اكثر كلام اليوم ورانا تجارب كثير. معليش نقطه اخيره، في ناس جدد انا عارف والله في ناس جدد، اذا انت مثلا يعني ما انت مهتم فقدم دقيقه من الان. موضوع بال بكل اختصار هي بطاريه، بنفس الوقت دمجها معتمد على الانرجي، فزي ما انتم ملاحظين الانرجي كل ما انت حطيت انرجي اكثر كل ما جاك اللي هو الكترو دمج بونس. حلو حلو، زائد ان الارتفاكت حق بال اللي هو الامبلم راح يعطيك دمج بونس على الالتي وقت ما تعطيها المنتل ماستري، وقت ما تعطيها اللي هو انرجي، فانت بهذه الحاله راح تركز على انرجي في نفس الوقت راح تفيد اللي معك. طبعا هذا التالنت اللي هو نظام اللي يعني كنصف لكم، الحين قاعد تضرب بالالتي حقت بال، حلو؟ قاعد تضرب، التيم اللي معاك كله قاعد يتعبى الالتيات بسبب بال، عشان كذا يقول لك انه بال بطاريه في نفس الوقت تعطي انرجي للتيم كامل والتيات شغاله 24 ساعه، فالناشونال تيم اذا قد سمعت عنه يعني وما عرفت ايش هو، فالناشونال تيم باختصار هذا هو، اثنين بايرو اللي هو شينغرينغ وبنت ومعاهم شخصيه مويه اللي هو شينكشو، وهذه الطريقه راح يكون في دمج مستمر التيات مستمره، وراح اوريكم الحين تجارب ونخش حتى فلور 12 اوريكم الدمج بالسلاح الخايس هذا. طيب مستعبي التيات، اتوقع اني ما راح اعاني من الالتيات. يب خلاص تقريبا اكمل الالتيات فل. والله شخصيه رهيبه من ناحيه البفات هذه، هي جبار. عموما نبدا احداب 170 احسها كثيره بس مو مشكله. الالتي شغاله، نرجع هنا برضه الالتي جات بس ما حفظت يعني. بس والله هذه بال صدق لا ال 170 تقريبا طبيعيه يعني، والله ما ادري هي طبيعيه ولا لا. شباب الزبده يعني انا قاعد احاول والله اقرب لكم هي لاقصى حد يعني السي 3 والله غشاش بزياده. فالزبده الحين بنخش سبار لبس وناخذ تجربه يعني اكثر، والحمد لله يعني انهم حاطين اول بوز كذا في اول الشامبر اللي هو هذا، فيمدينا نجرب عليه بالراحه. نفس التيم طبعا اللي هو هذا التيم تقريبا اشهر تيم يعني اللي هو الناشونال تيم، هذا حرفيا يغلق لك اي شيء، شخصيات كثيره اعداء كثيرين يعني يغلق لك هم، بوس واحد يفرمه يمديك تسوي كل حاجه. طيب البف اللي اخذناه طبعا انرجي، فخلونا اوريكم الحين. ايه
كيف قاعد ينفرم سلاح ليفل 50 اللي هو تقريبا الحين انا في تبلاي يعني تقريبا. الالتي رجعت وهذه بال بكل اختصار شخصيه صراحه ممتعه تصير راح تفيدك والله ما ادري يعني صراحه ما نعرف اتكلم زياده. هذا التي شو كيف البوس قاعد يمسح حرفيا ولا التيات شغاله غلقنا إيه. هنا ضد اعداء كثيرين ما عندي التيات طبعا بس يعني خلينا نلعب طبيعي. هذا الاول والثاني والله حرفيا كاني قاعد اشوف دمج حساب فري تو بلاي والله يا اخي والله اشكرني اشكرني على الابداع هذا اللي انا خلاني يعني اقدر اسوي هذا الشيء. طيب حاليا شفنا يعني اصحاب الفري تو بلاي حاليا يعني غمضوا عيونكم اصحاب فري تو بلاي غمضوا عيونكم نخش الان في يعني سي 2. طيب الاتاك طبعا طار بزياده الانرجي رفع الدنيا صارت يعني كويسه لكن مو هنا الهرجه الهرجه هنا سي 2 حقها شيء مره جبار. هذا تقريبا اول سي 2 اجيبه في حسابي او لا مو اول ثاني سي 2 لكن هذا دفعت فيه صراحه يعني دفعت وقتها اظن 600 ريال وقتها هذيك اول 600 دفعها في اللعبه اذا دفعه واحده طالع يورد شوط كثير يا ولد يا الله فمن هناك يا اخوان حتى المقلب وتدفع شكرا لله يعني الواحد يغلط اوقات لكن مبسوطين الحمد لله. اتوقع لو ما دفعت ذيك المبالغ كان الحين ما قاعد تعبوني فعموما مو مشكله تعويض واذا بتعوضني اكثر يعني في عندي بلوفرات حلو متجر بلوفرات روح كذا شيء خذ لفه كذا بسيطه يعني ممكن شيء يعجبك عموما الحين مو موضوع انا بلوفرات يعني هذا اعلان كذا على السريع يعني عشان تشتروا مني شباب سمعت يعني لا انت والله كويس المهم السي 2 يقول لك راح كذا يعني البوس مثلا دفاع حقه 100 60 حطير كذا 60 راح 60% فدمجك راح يصير اضعاف وراح اوريكم الان وبخش بنفس التيم يلا تكرز بس ده 80000 فرق والله فرق سي 2 صراحة سي يستاهل والله إذا أنت ناوي إنك مثلا تدفع أو عندك مقدرة روح والله دوس مرة طيب صراحة ما راح أفك التي على هذا راح أفك على ذا بسم الله أوكي 140000 هذه بدون ما تكرت 140000 ممكن تحسب إنه غلقنا تجارب كذا لا جاوب المقطع هذا قلت لكم لازم أضبطكم الحين حاليا يعني فئة الناس اللي تدفع خلونا أوريكم إمكانياتك إذا دفعت المبلغ هذا حلو والله حسيت ان انا مسوق للعبه والله المفروض اعطوني نسبه يا اخي من الفوعات عموما يعني في متجر تولفا ترى من هناك يعني على الاقل استفيد يعني شوي طيب دحين انت على وشك انكم تشوفوا تيم اذا سموك يعصب يطلع هذا التيم اذا حس كذا بالغبنه طلع هذا التيم فبسم الله دحين تعرفوا ليش طبعا بسم الله انا معاكم التيم اللي هو تيم الغضب هذا نسميه تيم الغضب يعني كنت زعلان طلع هذا التيم طبعا الالتيات شغاله يعني في واحد هناك راح يصير له ون شوت دقيقه ايوه اتفقنا اوكي 190000 بدون كريت ابعد انه بس يعني كذا ناخذ لفه سريعه يعني في الابيس بال والله بال شخصية يا اخي اسطورية ايه تصدقوا ما حسبت حساب هذا المشكلة انه ما عندي التيات ايوه يا ابو الشباب اكفى يا ولد لا لا لا, لا. قام فحط نظامك يا بزر طيب ديبان هذا لازم انه يموت اكفي يا ولد يلا يا شيخ ابي انرجي الله يقطع راسك يا شيخ الله يقطع راسك يا ابن هذا ايوه
خذها. الله كادت يا عمي، انا ليش اجرب لابيس اصلا؟ ما ابغى كنسل كنسل، ما نبغى بيس، ما نبغى قبل هذا. طيب لازم يعني تجربه زي كذا لازم نمر على الكابتن ذا، طبيعي يعني طبيعي. خلونا يعني نسوي تست على السريع يعني. يا اخي ليه ما تكرد يا اخي شرتك، شوف 108 شرتك يا اخي، والله نكد. يلا ها المره الثانيه لا تقعد تستهبل معايا وحاكل اكله. لو ما كررت راح انا اختم المقطع خلاص كذا، قلقنا ترفع ضغطي يعني. لو سمحت يا اخوان معليش انا عصبت. ما كررت. اوكي اشوفكم ان شاء الله على خير، مع السلامه. امزح معاكم يا اخوان. الكاميرا الخفيه لازم اوريكم الدمج، انا عارف انه يعني ممكن تلغوا الاشتراك حتى زبده. وانا قاعد اجمع التي كنت اتكلم عن هذا الموضوع، تخيل كل ما ضربت كذا يجيك دمج بونس كذا 3800 يعني عدزه هاي، وكمان فوقها يعبي لك انرجي. وتقولوا لي ليش اطبل الشخصيه هذه؟ شوف كيف يعني شيء والله رهيب. هذه المره جاي انا اخدع، جاي بدون التي وكذا. الحين حيقول اوكي اوه عادي خلينا نكرت، يلا مو مشكله ثم عندي التي يلا اوكي عادي. فايش اباغته فجاه، هذا الخط ان شاء الله تمشي. مضمون ايه شوف تعطي الامان. انت باغته خذها. ايوه كذا 500,000 صراحه قليله، ما ادري ايش السالفه. في شيء غلط بس يعني اوكي، ممكن عنده دفاع بزياده يعني مو مشكله. طيب اخر شيء معانا اليوم بنشوف مين الاركون الصح، هل انا الاركون ولا اللي حنخش عليها هي الاركون؟ بسم الله. اتوقع واضح من الاركون يعني. طيب في الختام شخصية بال من الشخصيات اللي لازم تجيبها، شخصية جدا رهيبة ممتعة بيدك، دمج جبار، تفتح لك مجال ل 50,000 تيم، مديك تحطها في اي تيم حرفيا مع اي شيء اي حاجة يا راجل، حتى مع شاو. تبغى شاو كذا تحط معاه، يبغى انرجي حط بال شيل، تبغى مثلا ساين وما عندك ما يرجع الانرجي بسرعة او الالتي حقتك تطول حط بال. مين في كمان شايلد تبغاه يكهرب كذا حط شيل، اي شيء حرفيا. يولا ممتاز راح تعبي لها التي. تيم الجيو مثلا حطيت 3 تيم جيو مثلا اللي هو ايتو جونجلي جورو، تبغى مثلا يرجع التي اسرع حط بال يمديك تستعملها لكل حاجه. هذا شيء. الشيء الثاني بالنسبه للناس الدفيعين، تي 3 يستاهل وبجداره. اذا انت ما عندك سي 3 وانت ادم يعني تعتبر نفسك حوت، فهذا مشكله. من اقوى السيات صراحه، من اقوى الشخصيات اللي فجاه تصير كذا تتحول شيء جبار. بس والله اتمنى ان افدتكم في هذا المقطع، ولا تنسوا الاشتراك واللايك يعني على السريع كذا. اشوفكم ان شاء الله مقطع ثاني، ومع السلامه.